بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله أصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قلنا: إذا كان في المسألة أحد الزوجين، فإن كان الزوج وأخذ نصيبه النصف تأخذ الأم الثلث، لم يبقى إلا السدس، يأخذه الأب، فتكون الأم زادت عليه، وهذا لم يعهد في الفرائض كما أوضحنا سابقا. فاختلف العلماء، وكذلك في مسألة الزوجة، إذا كان أبوان وزوجة أخذت الزوجة الربع وأخذت الأم الثلث، فإن نصيب الأب، فإذا أخذ الزوج أخذت الزوجة الربع وأخذت الأم الثلث، فإن نصيب الأب سيكون مقاربا لنصيب الأم، يزيد عليها شيئا يسيرا، يزيد عليها شيئا يسيرا، والمفروض أن يأخذ مثليها أو أن يساويها كما سبق. بناء على ذلك في هاتين المسألتين وتسميان بالعمريتين، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما بأن يأخذ الزوج النصف، وتأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب الباقي. فإذا كان زوج وأبوان المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، حتى لا تزيد عليه الأم. وإذا كان في المسألة زوجة فتكون من 12، فيها ربع وفيها ثلث باقي، وفيها باقي تكون من 12، يكون للزوج منها النصف ستة، وللأم منها السدس ثلث الباقي، كل الزوج منها النصف ستة، يبقى ستة للزوج، للأم منها ثلث الباقي اثنان، ويكون الأب أربعة، فيكون نصيب الأب أزيد من الأم مقاربا له، فحصل التفضيل. هذا الحكم في هذه المسألة، وهو قول الجمهور. ومن العلماء من أعطاها الثلث في المسألتين عملا بالنص، فالله تعالى أعلم. ثم قال جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه حالة أخرى للأم. علمنا فيما سبق أن الأم لها ثلاث حالات: حالة الأولى أن تأخذ السدس مع الأولاد، والحالة الثانية تأخذ ثلث الباقي إذا كان في المسألة أحد الزوجين مع الأبوين، الحالة الثالثة أن تأخذ السدس إذا كان في المسألة جمع من الأخوة. إذن فنصيبها تارة يكون السدس، وتارة يكون الثلث، وتارة يكون ثلث الباقي. هذه أحوال الأم. ففي قوله تعالى: إن كان له إخوة فلأمه السدس،
فالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فلو فرضنا أن في المسألة أبوان وجمع من الإخوة اثنان فأكثر، فإن الأم تأخذ السدس والباقي يكون للأب ولا شيء للإخوة، لأن الأب يحجبهم فهم حجبوا بالأب وحجبوا الأم من الثلث إلى السدس. وفي قوله تعالى فإن كان له إخوة، قال العلماء المراد بالإخوة اثنان فأكثر، لأن أقل الجمع اثنان، لأن أقل الجمع اثنان. فإذا كان هناك أخوان فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فإنه ليس للأم إلا السدس، عملا بهذه الآية الكريمة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي أن الميراث إنما يأتي بعد تنفيذ بعد إيفاء الدين. إذا كان على الميت دين فإنه يبدأ به ويسدد، والباقي بعد الدين تخرج منه الوصية إذا كانت في حدود الثلث فأقل، ثم ما بقي بعد الدين وبعد الوصية يكون للورثة. هكذا الترتيب. فإن قلت لماذا قدمتم الدين على الوصية والله جل وعلا ذكر الوصية قبل الدين، بعد وصية يوصي بها أو دين، فالجواب أن هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالدين قبل الوصية. وإنما ذكرت الوصية قبل الدين في الآية في الذكر، وإن كانت متأخرة عنه في التنفيذ، لأن جانب الوصية ضعيف فيخشى أن يتساهل فيها، وأما الدين فله من يطالب به، فلذلك قدم الله الوصية على الدين اهتماما بها لئلا يتساهل فيها الورثة. ثم قال جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم، أي أن هذه القسمة هي لآبائكم وأبنائكم من أقاربكم، فلم يخرج مالكم إلى أجنبي، وإنما خرج لأقرب الناس إليكم آباؤكم وأبناؤكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع في الدنيا والآخرة، هل يكون الأقرب نفع الآباء أو الأقرب نفع الأبناء. ولذلك الله جل وعلا شرع لهم هذه المواريث من ميتهم. ثم قال جل وعلا فريضة من الله، هذا الميراث ليس تبرعا ولا عطية، وإنما هو فريضة فرضها الله سبحانه قدرها، فلا يجوز لأحد أن يتلاعب بها. وكان الله عليما حكيما في تشريعه سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.